واصلت إسرائيل قصفها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تم استهداف مكاتب لوسائل الإعلام بالإضافة إلى مجموعة من المساجد الواقعة في قلب مدينة غزة، في الوقت الذي تعرض فيه مجمع أبو خضر الحكومي إلى قصف كثيف ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه. وفي غارة أخرى قصفت الطائرات الإسرائيلية مجمعا تجاريا يقع في برج سكني وسط مدينة غزة ما خلف أضرارا جسيمة. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية أنفاقا على شريط الحدود بين قطاع غزة ومصر، لترتفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ بدايته إلى 148 قتيلا فلسطينيا معظم من المدنيين. وفي المقابل قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق 4 صواريخ صباح الأربعاء على منطقة أشكول وصاروخين على أسقلان، كما تم إطلاق 5 صواريخ على أسدود لم تسفر عن وقوع إصابات.